هنا القاهرة عاصمة الخبر، وهذه جولتنا من المشرق العربي. سنلقي الضوء على الوضع الصحي في لبنان، وسنتوقف عند الجهود العراقية لمكافحة الإرهاب. أهلا بكم في المشرق العربي. بداية جولتنا من العراق، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استرداد الدفعة الثانية من الأموال المخصصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بسرقة القرن. أشار السوداني إلى أن عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات. وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي قد أكد أن النصر على الإرهاب تحقق بفضل التفاني والتلاحم بين المواطنين والقوات الأمنية. وقال الخفاجي إن المواطنين وقفوا صفا واحدا مع القوات الأمنية وتعاونوا بشكل كبير خلال القتال ضد الإرهابيين، مؤكدا أن القوات الأمنية لن تدخر جهدا في القضاء على بقايا العناصر الإرهابية وملاحقتها أينما كانت. وللمزيد من المتابعة حول الملف الأمني ينضم إلينا هاتفيا من بغداد اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة. بعد التحية سيادة اللواء، 5 سنوات من الانتصار على داعش، هل تمتلك اليوم العراق استراتيجية في العمليات المشتركة العراقية للقضاء على فلول داعش الإرهابي، أم أنها اليوم في حرب شوارع ربما أشرس وأشد من الحرب التي واجهتها على مدار 3 سنوات؟ نعم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام الحقيقة، وشكرا للشعب المصري الصديق والشقيق على هذه الاستضافة. أكيد قيادة العمليات المشتركة والقوات الأمنية لديها رؤية ولديها استراتيجية، وخصوصا نحن نتحدث بعد 5 سنوات من انتصارنا على تنظيم داعش الإرهابي، وهذه الرؤية وهذه الاستراتيجية تختلف وتتغير بتغير تحديات الإرهاب. يوم أمس كان هناك الحقيقة احتفال بمناسبة النصر بالذكرى 5 على تنظيم داعش الإرهابي، وفي ذروة الاحتفال كان هناك عمليات عسكرية مهمة تجريها قواتنا الأمنية، سواء عن طريق سلاح الجو العراقي في ضربة جوية مدمرة ومزلزلة لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي في منطقة ألتون كوبري، أو عن طريق القوات الأمنية العراقية في قيادة عمليات صلاح الدين بالتعاون مع الأهالي في قتل 6 إرهابيين، 2 منهم كانوا انتحاريين. وهذا يفسر الرؤية والاستراتيجية التي اتخذتها قيادة العمليات المشتركة والقوات الأمنية خلال هذا العام. يعني احنا نتكلم الآن في نهاية هذا العام، ولو نلاحظ بأنه عدد الإرهابيين اللي تم قتلهم فقط في سلاح الجو العراقي، هنا أتحدث، هو تجاوز 200 إرهابي، وأغلبهم من قيادي الخط الأول في تنظيم داعش الإرهابي. طيب، أما العمليات النوعية اللي عفوا سيادة اللواء، تفضل حضرتك، لأنه السؤال سيأتي استطرادا فعلا بالعمليات النوعية هنا. هل تعيد هذه الفلول تنظيم نفسها بشكل سريع، أم أنها عبارة عن يعني فلول موجودة بأوكار والمتابعة تأتي بناء على كل هذا التحديث لهذه الفلول الإرهابية؟ وهو فعلا مثل ما تفضلتي سيدتي الكريمه، هم ليست لديهم رؤيه والان لديهم تخبط. دمرنا منظومه القياده والسيطره لديهم في التنظيمات الارهابيه، الان هم لا يوجدون سوى فلول متواجده في مناطق جبليه او مناطق نائيه، يحاولون الهرب من القوات الامنيه،
واكبر دليل على ذلك ما نقوم به من خلال عملياتنا النوعيه، يعني وصلت عملياتنا النوعيه باننا نقوم بالوصول الى الارهابيين وهم يخططون للقيام بعمليات ارهابيه وندحق هذه العمليه الارهابيه قبل قيامها. لذلك اؤكد لك بانه ما تبقى من تنظيم داعش الارهابي الان هم عباره عن مجاميع صغيره جدا تحاول ان تختبئ وتحاول ان تولي الفرار من قبل قواتنا الامنيه ولا يمكنها المجابهه مع قواتنا الامنيه، ايضا هي لا يمكنها حتى البقاء في حاله حدوث اي عمليه ارهابيه لاكثر من دقائق في اي مكان. طيب. كما كانت تفعل في السابق وتحت المدن ولديها امكانيات وقدرات عاليه. طيب هذه المواجهه سياده تابع الارهاب. نعم. طب هذه المواجهة سيادة اللواء الاستباقية اليوم، ونحن نتحدث أن الجيش العراقي يستبق في مواجهته مع التنظيمات الإرهابية أو تحديدا مع داعش، ونتحدث عن انتصار للقوات الأمنية العراقية. هذه الاستباقية أتت بأمور مستجدة بموضوع البيانات والمعلومات التي تصل إلى الجيش العراقي والقيادة العراقية، وخاصة أنه في بعض المناطق لا تزال تتمتع بخصوصية وكان لها وضع مختلف أيام المواجهة مع داعش، مثل الموصل مثلا، الوضع الأمني فيها اليوم، العمليات المشتركة اليوم في إعادة الأمن إلى هذه المناطق وتحديدا الموصل التي كان فيها قاعدة جوية هامة جدا. وفعلا مثل ما تفضلت هي تعتمد على معلومات وبيانات مهمة، وسوف أؤكد لك وأضرب لك مثلا في يوم أمس مثل ما حدث في شمال غرب صلاح الدين وبالذات في منطقة تلول الباج، عندما تمكنت القوات الأمنية من خلال الفوج الثاني لواء 91 جيش عراقي للتعاون مع الاهالي من محاصره 6 ارهابيين وقتلهم، 2 منهم انتحاريين، هذا يدل على انه المواطن الان اصبح يتخندق مع القوات الامنيه ويتجحفل مع القوات الامنيه ويقاتل مع القوات الامنيه، اذا تنظيم داعش الارهابي اصبح غير مرغوب به، مرفوض من قبل الكل، وهذه المناطق سابقا كانت هي مناطق امنه بالنسبه لتنظيم داعش الارهابي. تكلمتي عن الموصل وتكلمتي عن أمن الموصل، الآن انظري إلى مدينة الموصل وتمتعها بالأمن، لا يوجد سوى بعض المجاميع الإرهابية وهي خارج مدينة الموصل وفي مناطق جبلية يعتقد بأنها آمنة بالنسبة لهم، ولكن وصول سلاح الجو العراقي عن طريق تزويده بمعلومات استخبارية وأمنية دقيقة جدا، وهنا أؤكد دقيقة جدا ومبنية على أسس علمية وفني، جهد فني كبير جدا، هذا مكن القوات الأمنية من أن تبني رؤيتها واستراتيجيتها وفق التحديات الارهابيه. سياده اللواء اليوم ميزنا هذا العام. نعم ميزنا نعم اذا تسمحي لي انا اوضح فقط هذه الجزئيه. تفضل. تميزنا هذا العام هو بتفعيل جهدنا الفني والاستخباري اللي مكننا من اصطياد اغلب قيادات تنظيم داعش، قد تكون رؤيتنا واستراتيجيتنا في العام القادم ان شاء الله سوف تكون باضمحلال تنظيم داعش وانهائه الى الابد. سياده اللواء يعني انتهى وقتنا، ولكن اعذرني سريعا، هنالك التفاف، هنالك يعني وعي من المواطنين العراقيين اليوم لخطر داعش وبالتالي اخذوا مصاف الحكومه والدوله العراقيه، ولكن بالمقلب الاخر هنالك ايضا ما بين حكومتي داخل العراق، هنالك نتحدث اليوم عن سنجار ونينوى تحدث عن حكومتي المركز والإقليم، كيف هو الوضع لمسك الملف الأمني وكيف تسير الاتفاقية؟ والله يا سيدتي الكريمة صدقيني بأنه الملف في سنجار هو ملف يقود الجيش العراقي كله، والملف هو ملف أمني بحت، ولدينا إمكانيات وقدرات. نعم. ولا يوجد أي تهديد لملف سنجار. شكرا. ضبط الحدود أيضا. أما شكرا. تبقى الإشكاليات الأخرى فهذا عامل طبيعي يتعلق بالخدمات أو بأشياء أخرى. نتمنى دائما الأمن والأمان للعراق الشقيق. شكرا للواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، كنت معنا من العاصمة العراقية بغداد، واعذرني لضيق الوقت. نكمل معكم بالملف العراقي، حيث تمكنت القوات العراقية وقيادة عمليات محافظة ميسان من إلقاء القبض على أحد الأهداف المهمة والمطلوبة في المحافظة. كان المتهم يستدرج المواطنين من المحافظات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من أجل اختطافهم ومساومتهم. تمكنت قوة من لواء المشاة 97 قيادة عملية ميسان وعبر كمين محكم في ناحية العزير من إلقاء القبض على أخطر المطلوبين والمتهمين باستدراج المواطنين من خارج محافظة ميسان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحجة شراء عجلات والقيام باختطافهم وتسليبهم، وقد اعترف على ارتكاب عدد كبير من الجرائم وتم تسليمه إلى جهة الطلب.
حضر وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري المؤتمر الثاني الذي أقامته مديرية التدريب والتأهيل للوقوف على نشاطات وخطة عمل بعثات الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق. أكد الشمري خلال المؤتمر ضرورة دعم الوزارة من الناحية التدريبية والاستشارية وبما يتلائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وما يضمن تطوير الموارد البشرية. يذكر أن المؤتمر بحث العديد من الموضوعات الهامة بالإضافة إلى نشاطات البعثة في العراق. لا نزال في الشأن العراقي، حيث نظم البنك المركزي العراقي احتفالية بمناسبة الذكرى 75 على تأسيسه بمشاركة عدد من الشخصيات والقطاع المصرفي. شهدت الاحتفالية استعراضا لتاريخ البنك المركزي بالإضافة إلى تنظيم جلسات حوارية عن السياسات النقدية والأدوار الجديدة للبنوك المركزية. من جانبه أعلن محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف تأجيل استيفاء القروض الممنوحة للمشروعات الصناعية والزراعية إلى نهاية العام 2024. ننتقل إلى الشأن اللبناني، حيث بحث رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي لرئيس الوزراء اللبناني، حيث أعرب ميقاتي عن الشكر والتقدير الدائم لمواقف المملكة السعودية التاريخية تجاه لبنان والدور الأساسي في إرساء المصالحة اللبنانية. من جانبه أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره واستمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه السعودية وفرنسا للشعب اللبناني الشقيق. وللمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الدكتور توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي. دكتور، بعد التحية، أكد ولي العهد السعودي على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، بينما أشاد ميقاتي بمواقف المملكة. هذا المشهد اليوم للتعاون ما بين لبنان والسعودية، كيف نضعه بالمشهد العام بما يعيشه لبنان بالفراغ الرئاسي؟ تحياتي إليك ولكل المشاهدين. يعني طبعا هذا اللقاء الأول تقريبا بين رئيس الحكومة اللبنانية وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. طبعا كما ذكرت بالمشهد العام هو عنوان عام، يعني لابد أن نتذكر هنا أو على الأقل يعني بأجانب عاجلة وسريعة بأن المواقف التي أطلقت من الرياض بعد الاجتماع بين رئيس حكومة تنسيق الأعمال اللبنانية وولي العهد السعودي هي ثوابت لدى المملكة، كانت وردت في الورقة الكويتية عندما جاء وزير الخارجية الكويتية إلى بيروت قبل أشهر، أيضا في الورقة الفرنسية السعودية بعد القمة الشهيرة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبين ولي العهد السعودي في أواخر السنة الماضية. لدى المملكة مجموعة من العناوين. أنا أعتقد أنه ما زال الوقت مبكر جدا للحديث عن تفاصيل ونقل هذه التفاصيل إلى وقائع على الأرض. لا ننسى بأن هناك أكثر من جبهة إقليمية مفتوحة، وبالتالي التسويات الإقليمية يمكن أن تحلحل الكثير من الوقائع ومن العقد التي تعصف بلبنان في هذه المرحلة. دكتور توفيق، الثوابت التي أتت بالورقة الكويتية كما أشرت حضرتك، ومن بعدها المباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما أبرزها اليوم وتأثيره على ما يحدث بالمشهد اللبناني؟ يعني أعتقد أن كلما تقاربت المواقف الفرنسية والسعودية كلما هذا كان نوع من الانعكاس الإيجابي على لبنان. الآن في مجموعة من القنوات الخلفية ولا أستثني القاهرة منها أيضا، يعني كان هناك ثلاثي باريسي قاهري ورياضي أيضا، يعني العاصمة السعودية الرياض، كان يعمل على أساس عقد مؤتمر حوار وطني لبناني قد تصادفه القاهرة. طبعا هذا الكلام أو هذا يعني هذه الأنباء، حتى لا أقول هذه المعلومات، كانت سرت وشاعت وموجودة في الوسط السياسي اللبناني منذ أشهر. ولكن أعتقد أن العديد من الملفات الإقليمية التي طرأت على الوضع، زائد التعقيد الإضافي أيضا الذي ضرب الأزمة اللبنانية، حالة دون تنفيذ هذه العناوين ونقل إلى واقع على الأرض. الآن البيان المشترك الذي صدر بعد اجتماع رئيس حكومة تنسيق الأعمال مع ولي العهد السعودي، أعتقد بأنه قد يقرب المسافات إلى حد ما، ولكننا ما زلنا
لغاية الآن أظن بأنه يفترض يعني حل مجموعة من التعقيدات، إزالة مجموعة أيضا من العوائق حتى نصل إلى وقائع. دكتور، هذه إلى حد ما بعد المؤتمر الصحفي ولبنان الذي شارك بالقمة العربية الصينية، يعني إلى حد ما هل هو لحلحة أو حلحلة بالمواقف السعودية، تقارب أكثر بينما تريده فرنسا من التوافق الداخلي وبينما تطلبه من السعودية، أم أننا لازلنا نتحدث اليوم بأنها لقاءات ضمن حيز المحاولات؟ هي يعني لنقل بأنه أكثر من محاولات. مجرد الاجتماع الذي حصل بين الرئيس نجيب ميقاتي وولي العهد السعودي أعتقد بأنه يعني توسعت المسافات، قربت، ولكن طبعا لم تصل إلى نقطة النهاية. الآن يعني أعود وأكرر أنه بعد هذا اللقاء الأول الذي حدث، يعني المعروف بأنه كان يفترض الرئيس نجيب ميقاتي منذ تسلم مهام حكومته قبل الانتخابات النيابية في أيار مايو الماضي، كان يفترض أن يزور المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر لم يحصل. وبالتالي لم يكن هناك أي لقاء بين الرئيس ميقاتي وبين المسؤولين السعوديين. الآن هذا اللقاء أعتقد أنه مؤشر إيجابي على حل حلحلة. اللقاء بحد ذاته، نعم بحد ذاته هو اللقاء حلحلة كما ذكرتي، ولكن ليس حلا. يعني هناك مسافة بين الحلحلة وبين الحل بانتظار أن ينزل، كما يقول يعني أن ينزل عقل الرحمن على عباد الله. وأظن بأنه الأمر يعني بحاجة ربما إلى بعض من مزيد من الرصد والترقب حتى تسلك الأمور طريقها السليم إن شاء الله. دكتور توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا لك. ما زلنا في لبنان، حيث دعا البطريرك الماروني الكاردينال مارو بشارة بطرس الراعي إلى تدويل القضية اللبنانية وجعلها تحت المراقبة والإشراف الدولي بالتوجه إلى الأمم المتحدة لإنقاذ لبنان. قال الراعي في عظة الأحد من الصرح البطريركي في بكركي أنه يجب تذكير نواب الأمة أن أساس قيام لبنان هو التعددية الثقافية في الوحدة والميثاق الوطني في العيش بالمساواة، ومضيفا أن أفضل ما يمكن أن تقوم به الحكومة هو العمل لإسراع انتخاب لرئيس الجمهورية. وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت بأن عددا كبيرا من المدارس تشهد غيابا قصريا للطلاب، وذلك بسبب ظهور أعراض الإنفلونزا عليهم، حيث تتصاعد وتيرتها بالتزامن مع فصل الشتاء. طلبت بعض المدارس من الأهالي عدم إرسال أبنائهم الذين تظهر عليهم الأعراض حتى لو اضطرت إلى إغلاق صفوف بأكملها. على صعيد آخر، كانت لبنان بدأت الحملات الصحية بلقاحات الكوليرا لتشمل جميع المدارس الخاصة والرسمية. ما زلنا في لبنان، ورغم ما تمر به من ظروف اقتصادية، فقد تمكن المهندس نزار حداد في قرية بسكتنا في قضاء المتن من بناء منزل صديق للبيئة، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع مستوى الوعي بالعمارة الصديقة للبيئة. لنتابع. صديق للبيئة، هكذا حول المهندس نزار حداد ابن قرية بسكنتا اللبنانية حلمه إلى حقيقة من خلال بناء يحقق الاكتفاء الذاتي ويعكس رؤيته لما يجب أن تبدو عليه العمارة البيئية. ونظرا للمشكلات الكثيرة المرتبطة بطريقة البناء السائدة التي تعد من ملوثات البيئة في ضوء الحاجة إلى تدفئة وتبريد وكهرباء، أراد حداد توفير بديل بهدف رفع مستوى الوعي بالعمارة الصديقة للبيئة. المنزل الذي أطلق عليه حداد اسم بيت العمر يتسم بجدران من الطوب اللبني الطبيعي بنسبة 100%. أما الإضاءة فصنعها من قوارير زجاجية معاد تدويرها، بالإضافة إلى جدران مصنوعة من الإطارات المستعملة المحشوة بالرمل.
يحتوي المنزل كذلك على غرفة زواجية لها دور مهم في تبريد وتدفئة المنزل، وتسمح لحداد بزراعة الفاكهة الغريبة التي لا تزرع عادة في البلاد في ضوء ما توفره تلك الغرفة من مناخ دافئ على مدار السنة. بمساعدة العمال والمتطوعين استغرق حداد ما يقرب من 4 سنوات لبناء المنزل الذي لا يحتاج إلى مصادر خارجية للكهرباء والمياه، حيث يتم تغذية المنزل من خلال نظام تجميع مياه الأمطار والألواح الشمسية على السطح لتوفير الكهرباء. خطوة فردية لكنها مهمة ضمن مساع عالمية للتحول نحو الطاقة النظيفة والحد من التغير المناخي في منطقة تدفع ثمنا باهظا لآثاره السلبية. وإلى سوريا، حيث أطلقت وزارة الصحة اليوم حملة تطعيم وطنية ضد فيروس كورونا في مختلف المحافظات، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي والحماية من الأعراض الشديدة. تشمل الحملة 20 مستشفى و852 مركزا صحيا و360 فريقا جوالا، كما تستهدف الأشخاص فوق 18 عاما وتستمر حتى 15 من الشهر الجاري. إلى الشأن الفلسطيني، حيث تواصل فعاليات ملتقى فلسطين للمبدعين الشباب والتي تنتهي غدا بتنظيم من وزارة الثقافة ومشاركة أكثر من 40 شابا وشابة من مختلف المحافظات. تحمل دورة هذا العام اسم الشهيد الشاعر والكاتب علي فودة، ويحضرها عدد كبير من الأدباء والشعراء والفنانين الفلسطينيين الذين عرضوا باقة من أعمالهم وقدموا دورات تدريبية لشباب المبدعين، كما أجروا معهم جلسات نقاشية. إلى الشأن الأردني، حيث هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي ملك المملكة المغربية الملك محمد السادس بتأهل منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022. أشاد الملك عبد الله الثاني بمستوى المنتخب المغربي وأدائه المتميز في البطولة، متمنيا له التوفيق فيما تبقى من مباريات. سلم رئيس الديوان الملكي الأردني يوسف حسين العيسوي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات الملك عبد الله الثاني ملك الأردن شهادات الانتفاع بوحدات سكنية جديدة لخمسة عشر أسرة أردنية محدودة الدخل في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء. تستهدف المبادرة الملكية التي أطلقت عام 2005 توفير الحياة الكريمة والمستقرة للأسر الأكثر احتياجا واستحقاقا، والتي يتم اختيارها وفق أسس تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية. قال العيسوي إن الملك عبد الله الثاني يواجه باستمرار بضرورة العمل على تحسين حياة المواطن، خصوصا الأسر التي تعاني ظروفا صعبة. تقيم الجمعية الملكية للتوعية الصحية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم الأردنية ملتقى لتقديم دليل إرشادي لطلبة المدارس الحكومية في مختلف محافظات المملكة، وذلك من خلال برنامج مهنتي مستقبلي الذي يهدف إلى توجيه الطلبة لاختيار المهنة الأمثل في المستقبل من خلال 7 ورشات عمل وأنشطة تستهدف الطلبة من 16 إلى 18 من العمر. بهذا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا من المشرق العربي. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستغرام يوتيوب. يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. شكرا لطيب متابعتكم. هنا القاهرة عاصمة الخبر.